شعبية على سطح الأرض. حذاء خرافي مترجم، ما هو بالمشاية وما هو بالصباط، فشكله وضع حدا للتسميات. أخذ حرف الصاد من الحالة فمزج بين قوة القضاص وسرعة البيكالا لتنبثق أسطورة الصندلة. صندل يصندل صندلة، أي العقوبة الجزيمة، ويقال صندل فلان فلانا، أي خلا منزل أباه عصا. يعرف هذا الصنف بين المغاربة بالصندالة الحالمة أو الحلمة لتضلعها في علوم الركل والقريض، ويطلق عليها البعض اسم الواثبة، أي الحنيقزة بدارجتنا، لمرونتها العالية وقدرتها الفائقة على القفز. للبس الحلومة شروط محددة، فهي تلبس مع مجر من التقاشر المتفاردة يتربع فوقها ملك الجوارب، إنه اللبا. شكل هندسي متقن يلائم الكراعة كيفما كانت فورمتها. بزيم حديدي على هيئة نشبة للفئران هو دلالة كافية على تشرمل هذا النوع الخطير من الحذائيات. يتبجله حزام المقاسات، وهو تقنية هائلة تستعمل في عمليات التثبيت وشد العبار. نعم، إنها المكوية الخالدة، بها يبيض الإنسان وبها تقرقب العارضة. ظهرت وظهرت معها قبائل الكرويين، لتختفي في صمت تاركة لنا الكرة، لكنها أخذت ويينا معها. هناك صنف آخر ماكر من الصرفوقيات، إنها زرقاء اليمامة التي لا تنفع معها ندمة، فهي المزلقة في المراح أو الحمامة.